الإمام المنتظر قراءة في الإشكاليات موسوعة من 6 أجزاء لسماحة السيد عبد الله الغريفي. نوفر للمستمع ملخصا جيدا دقيقا متقنا حول كل القضايا المعاصرة التي تعرض إليها سماحة السيد عبد الله الغريفي القريبة من فكرة الإمام صاحب العصر والزمان. الإمام المنتظر وقراءات في الإشكاليات مع السيد ميثم المحافظة، الليلة في مأتم المرخ.